بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم ونحييكم من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر نوفمبر لعام 2015. نتواصل في هذا السباق وأول أيام سباق المحل الخامس الخاص لسن الحقائق، على بركة الله تعلن بداية انطلاقة الشوط الرابع، وهو شوط خاص للقعدان من مسافة 3 كيلومترات. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بالمركز الأول، نتابع الصدارة ومقدمة الشوط. المركز الأول بصير يحتل الصدارة من هجنة الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني ناخذ ثاني مراكز في هذه اللحظات والانطلاقة من هملول لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني مع المضمر مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث التحديات هنا الانطلاقة من طماع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مع المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري، بينما رابع المراكز أرى اللي تسلل وانطلق نقلة إلى المركز الثالث الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني مع المضمر مسفر بن علي بن عبيد السناري، بينما المركز الخامس وتابع هنا الانطلاقة من معروف من هجنة الشحانية مع المضمر أيضا المبدع حمد بن علي بن حلفان المري على رابع المراكز وخامس التحديات. أرى الانطلاق من الفارس من هجنة الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، يقدم لنا الفارس على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى مع انتصاف المسافة ونبحر مع الصدارة. نتابع البصير على مقدمة الشوط ينطلق في هذا التحدي، يعلن شعار هجنة الشحانية على الصدارة مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على المركز الأول، بينما المركز الثاني هملول لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني مع المضمر مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري، يقدم لنا هملول على ثاني المراكز وثالث التحديات. الأسد ينطلق الأسد على ثالث المراكز بنفس الشعار، أيضا يتواجد سعادة الشيخ مشعل بن عبد الرحمن الثاني مع المضمر مسفر بن علي بن عبيد السناري، ورابع المراكز أرى القدوم في هذه اللحظات والانطلاقة من الفارس من هجنة الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، يتسلل إلى ثالث المراكز وخامس التحديات. أتابع الانطلاق من برزان لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني مع المضمر فهد بن علي بن سعيد بن علي المري، ولكن عودة إلى الصدارة، عودة مع مقدمة الشوط مع أجواء الكيلو المتر الأخير. قلنا الأسد ينطلق على الصدارة، الأسد يفترس ناموس هذا الشوط وينطلق في هذا التحدي الكبير لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني مع المضمر بسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري، ولكن الاسم القادم يا سلام وصل في هذه اللحظات والانطلاقة ثاني المراكز. وتابع هنا الانطلاقة من فتان لهجنة الوعب يسيطر على ثاني مراكز، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول مع التغيير اللي غير على الصدارة. الفتان فتن في هذا الشوط وانطلق مع الصدارة، انطلق لهجنة الوعب يسيطر على الصدارة، ولكن أتابع هنا قدوم من جزيل لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري، ولكن اعود مع هجن الوعب على الصداره. هجن الوعب تنطلق مع الفتان، فتان على الصداره مع الامتار الاخيره، ينطلق بهذا الشعار المميز وبهذا الاداء المميز مع ال 100 متر الاخيره. تهانينا والناموس لمالك فتان لهجن الوعب على فوز فتان بالمركز الاول وانتزاع ناموس هذا الشوط لحظات وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا لهجن الوعب على فوز فتان بالمركز الاول. المركز الثاني كان الوصول جزيل لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، المركز الثالث مكلف لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، بينما المركز الرابع
وصل فيه الفارس من هجنة الشحانية، بينما المركز الخامس كان الوصول من الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني. تهانينا وناموس مشاهدينا الكرام لمالك فتان من فاز بناموس هذا الشوط. هجنة الوعب من قدمت فتان إلى خط النهاية، والتوقيت الزمني 4:43، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثاني جزيل، وتوقيت جزيل 4:45، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري. المركز الثالث وصل مكلف لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد الله آل ثاني مع المضمر علي بن سعيد بن محمد الأسود، والتوقيت الزمني 4:46، بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس.